الحدث بالنسبة لك شايفه ازاي؟ يعني هناك هتكلم على التشكيك، ولكن خلينا نتكلم الأول فني أكتر من كل هذه الأمور. بداية جيدة ضد اتحاد جدة، ثم هزيمة من فلومينينزي على الرغم من الأداء الجيد من وجهة نظري طبعا، ما اعرفش وجهة نظر حضرتك ايه، وبعدين مباراة ثالثة إن شاء الله على الثالث والرابع. طبعا الحدث كبير جدا، وده طموحنا احنا، معلش شبعنا دوري وكاس وحاجات كتيرة جدا. طموح دلوقتي جمهور النادي الأهلي هو الحدث اللي شغال، كأس العالم للأندية هن. خلاص احنا بفضل الله تعالى احنا زهقنا بطولات، مع احترامي الشديد، نادي النهارده واخد 148 بطوله او 100 حاجه و40 بطوله، واخد بالك؟ الطبيعي جدا مدرسه النادي الاهلي، نادي يشرف في اي مكان وفي اي وقت، وفريق عالمي دلوقتي تقدر تصنف النادي الاهلي تقول فريق عالمي. احنا ما بنتكلمش بالكلام يعني، احنا بالاحداث بتاعتنا. صحيح. احنا بنشتغل، النادي الاهلي عنده طرب بيشتغل، عنده جمهور ما شاء الله في اي مكان وفي اي وقت، عنده لعيبه على مستوى، عنده اسم، عنده اجهزه. النادي الاهلي دايما بيسعى للتطوير والاحسن، عشان هو ده النادي الاهلي. طموح النادي الاهلي دايما موجود في كل بطوله وفي كل مباراه وفي كل دقيقه، وفي هو ده النادي الاهلي. فالنادي الاهلي نادي عالمي، نادي فعلا الواحد يتشرف انه لعب فيه، الواحد يتشرف انه بيشجعه. دي حقيقه هاني والله، ما بقولكش، انا بقول بالارقام. النادي الاهلي بارقام دلوقتي يا اسلام، ارقام. صحيح. في حدث سمعت هاني بيقول مايا عكرم، مين يستبصر مايا عكرم؟ مين زي النادي الاهلي؟ الاهلي مش افريقيا بس، الاهلي والعرب كمان مع احترامي الشديد، الاهلي كبير وزعيم. دي حقيقه هاني، احنا بنقول بالارقام. فطبعا حدث كبير جدا، عمل مباراتين من وجهه نظري ما فيش توفيق في مباراه، المباراه الاولى عالميه حاجه تشرف وحاجه جميله جدا، وتعتقد ان المباراه الاولى كان فيها كلام عن الفنيات كتير جدا رايح وجاي بالنسبه للاعب، فرقه بحجم الاتحاد مش سهلة أبدا، في وسط جمهورها، في وسط على أرضها، في نجوم كبار وتقال بملايين الملايين موجودين، إن الأهلي يكسب 3-1 ويقدم عرض رائع ويخرج والناس كلها بتسقف له وتحترمه، هو ده النادي الأهلي. صحيح. بفنياتي يعني إحنا ما بنكسبش بفضل، بنكسب بفضل الله، ثم الحاجات الكثيرة، التحضير الجيد والتجهيز الجاهز والالتزام والروح والوطنية، حاجات كثيرة جدا النادي الأهلي تتحط في النادي الأهلي، المدرسة اللي المفروض الجميع يتعلم منه. دي حاجة، البطولات دي كلها جاتش من فراغ يعني، الناس بتسعى عشان تسعد الجمهور، عشان تحافظ على الكيان. النادي الاهلي اداره، النادي الاهلي جمهور، النادي الاهلي لعيبه، اجهزه فنيه على اعلى مستوى، النادي الاهلي روح، النادي الاهلي وطنيه، دي حقيقه. فطبعا ماتش كبير جدا اولاني يا اسلام بتاع الاتحاد، كبير جدا ما شاء الله، فيه كل حاجه كويسه، شفنا كره قدم حقيقيه حديثه، كله خاف وكان مرعوب من الاتحاد، عنده السرعه لقينا السرعه، عنده القوه لقينا القوه، عنده المهاره لقينا المهاره بفضل الله تعالى. الاهلي جاهز، جاهز للمباراه بشكل ممتع. اول 10 دقائق طبعا كانت بدايه، لكن الاهلي بدا يرجع ويشتغل، ولقينا وسط ملعب رائع منظم اموره كويس قوي، عامل ترابط ما بين القدام والخط الظهر، لقينا الزيادات العاديه في كل مكان، لقينا الانتشار بالكوره، لقينا التمركز الجيد من غير الكوره، لقينا المدافع، لقينا الفرديات، لقينا المهاره، لقينا الشغل، انهاء الهجمه، رحنا وصلنا ضيعنا بس سجلنا، وده النادي الاهلي. النادي الاهلي هاني ما بيسجل بفضل الله تتفرج عليه. صحيح يا كابتن. ويمكن يعني هاخد كلام حضرتك من مباراه الاتحاد لفلومينينسي، اللي الشوط الاولاني تقريبا نفس الريتم ونفس الاداء الرائع امام الاتحاد، الشوط الثاني قلينا شويه، لنقطه هاخد راي حضرتك فيها. انا دايما عندي قناعه ان التهديف ولما بتحرز هدف بتبقى الامور بالنسبه لك اسهل كتير كلاعب في الملعب. طبعا طبعا طبعا. عايز اخد رايك في الشوط الثاني مباراه فلومينينسي، لان هو ده الجدل اللي الحقيقه حصل في خلال تقييم بعض الناس لاداء النادي الاهلي كليه. يعني هم للاسف خدوا جزء من الشوط الثاني وقال لك النادي الاهلي كان وحش في هذه البطوله. لا 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 لا، هو طبيعي جدا احنا لما بنتكلم عن ماتشين نقول ان في ايجابيات وفي سلبيات، طبيعي جدا في سلبيات وطبيعي جدا، بس الايجابيات بنسبه كام بفضل الله تعالى، حتى واحنا مهزومين وخرجنا. صحيح صحيح. بالك ان شاء الله باذن الله تعالى النادي الاهلي هيرجع اللعيبه بالبرونزيه بمشيئه الله تعالى، وده طبيعي جدا. احنا بس مش موفقين يا اسلام مع الفرق البرونزيه تقريبا يوم الفريق بصراحه. صحيح صحيح. ما هو تقول لي ايه ماتش في وسط اربعه اعتقد. انا وجهه نظري لحد الدقيقه 75 يعني، بعد ما تسجل فينا الهدف الاولاني تقريبا في 70 71 مظبوط، بعديها احنا ضيعنا كام تو، ضيع جول بعديها بدقيقه، بعديها بدقيقه على طول. صحيح. من احسن الماتشات اللي اتعملت في تاريخ النادي الاهلي، خلاص خلصنا من الاتحاد، خدش على الماتش الثاني بالورقه والقلم بالاحصائيات باللي احنا شفناه. انا ما بقولش مباراه ثانيه خالص، انا بتكلم بواقعيه. اهلاوي ابن اهلاوي، بس بتكلم بعد الله بفنيات، بتكلم بواقع.
انت الشوط الاول مضيع كام هدف؟ فرقه الشوط الاول كانت فين الشوط الاول؟ فريق البرازيلي يعني كان بيعتمد على الثوابت، على كورنر فاول، كورنر فاول بس يا صح مظبوط. انما احنا رحنا وضيعنا. لو كهربا كان سجل نجم المباراه بالنسبه للفريق المنافس هو حارس المرمى. صحيح عنده ثبات فهادي شال، عمل زي الشناوي. احنا في الاتحاد ما دخلش فينا بس جبنا. مظبوط. خد بالك هو خد بالك فضل محافظ لهم وموفق في كل كوره هو واقف فيها. هو كان موفق جدا كمان، كان كل كوره بتجيله يعني مكان، يعني هو طبعا البوزيشن واقف لكن كوره بيرسي تاو في مكانه، كوره كهربا في مكانه، لو على يمين او الشمال كمان هتفرق شويه. كان في حاجه ممكن تقع من ايده لكن هو كان عنده ثبات، عنده ثبات صحيح، بيديهم قوه، زاد الخبرات. هم لعبوا بالخبرات، الكوره اللي تجري، الكوره اللي تجري، الكوره اللي تجري بالخبرات يعني بالخبرات. مزبوط. يا سام هم فريق كبير جدا بالخبرات، واحنا لو كنا سجلنا في الشوط الاول اكتر من كوره النهارده السيناريو بتاع الشوط الاول. كابتن ربيع قبل ما تكمل السيناريو، هل يعني ناخد المقوله دي ونعتبرها مقوله صحيحه، هل النادي الاهلي اتغلب من فريق للمسنين زي ما بيتقال؟ لا هم مسنين بس قادرين، مسنين بس لعيبه كوره. انا بس عايز اسال انه خلي بالك اتقالت، عارف إيه؟ طبعا قالت كتير طبعا جدا. عندك هو كم واحد يا اسلام، وبعدين الخبرات مطلوبه في كره القدم، مطلوبه جدا. الناس دي لو مش قادره مش هتلعب في الدوري البرازيلي. وبعدين ده بطل الكوبا امريكا يعني. لا نفسي اشوفهم قدام مانشستر سيتي. من الفرق اللي مخرجه وجايبيها بوكا جونيور الفريق الارجنتيني يعني في اسماء. صحيح. لا الكوره دلوقتي مش بالسن، الكوره دلوقتي بالعطاء. صحيح. اخبار حياتك. والنهارده طب اقول لك حاجه، لو هم مش موجودين الخبرات دي كان الاهلي كسب كتير جدا، لانه بالخبرات قدروا ان هم في اوقات كتيره جدا يهدوا الامور وفي نفس الوقت مزبوط. حاجات كتيره يعني في الكوره. مظبوط. فهو طبعا فريق كبير واسم كبير جدا، لكن الاهلي بفضل الله تعالى الاهلي كان قادر. انا من وجهه نظري عامل واحد بس، عامل التوفيق. محدش اثر لحد الدقيقه 75، عندك خمسه الاهلي والاتحاد هاني، وعندك في الدقيقه 75 76 عندك 14 دقيقه وخمس دقائق، هم دول اللي راحوا من النادي، وخاصه بعد الهدف الثاني. بعد الهدف الثاني الدنيا بقى بعدت شويه. برضه في حاجات كتيره جدا يا اسلام، لما نقول من السلبيات ان احنا برضه لعبنا الجمعه، لعبنا الاثنين دي برضه كسبنا شويه طبعا، اثرت بدنيا طبعا، مفيش كلام. عملت مجهود وعملت ماتش عالمي قدام الاتحاد بصراحه، خد بالك، فدي اثرت شويه وبانت الشوط الثاني يعني. صح في مزبوط. التمرير انا متفق معاك، حضرتك مدير فني كبير وعارف كمان الحاجات اللي ممكن الناس ما تشوفهاش قوي، ان أيوة. العمل البدني مهم جدا جدا طبعًا. جدا طبعًا. يعني العمل البدني طبعًا. انك بتلعب طبعا، وحجم المباراه نفسها. يعني احنا ساعات يعني واحنا بنلعب كره حضرتك عارف بتبقى في مباراه بعد طبعًا. بعد المباراه ما بتحسش انك لعبت المباراه، ولكن في مباريات تقيله جدا. اولا طبعًا. الضغط العصبي اللي طبعًا. كان في مباراه طبعًا. الاتحاد طبعًا. بتلعب قدام فريق كبير طبعًا. كميه الجري اللي اللعيبه جريته امام الاتحاد مزبوط. عمليه الاستشفاء 48 ساعه طبعًا. ما كانتش كافيه الحقيقه. احنا مش متعودين الدوري يعني كل يوم انت صعب قوي بالك، فدي بانت شويه في الشوط الثاني على فترات كبيره جدا في التمرير، خد بالك، في ان انا خد بالك واقف الميس باس برضه زي الله يفتح عليك الاخطاء، خد بالك، حاجات كتيره جدا. فالنهارده 75، احسب بقى بعد كده يعني باقي المباراه هتلاقي هو النادي الاهلي. حتى لو تلاحظ بعد الجول الاهداف الاولاني بتاع البينالتي اللي هو انا بشك فيه، ده احنا بنتكلم ونقول بينالتي بنشك فيه، ولكن اتحسب بينالتي وليه بينالتي بتاع كهربا مليون في الميه ملوش حل يعني. شوف انا بتكلم بقول ايه، كلنا في اجماع، احنا الحمد لله بفضل الله بنكسب بفضل الله ثم مجهودنا وشغلنا وشغل المدير الفني وشغل اللعيبه وتشجيع الجمهور المثالي ووقفه الاداره في ظهر كل الناس، هي دي منظومه النادي الاهلي يعني.